يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استخدام الجن في غير السحر كإرسالهم إلى بعض الأشخاص من غير عبادة لهم، وهل يجوز أن نستخدمهم في أعمال الخير؟ لا، ما يجوز استخدام الأموات ولا الغائبين، ما يجوز استخدام الغائبين أبدا، إنما تستخدم إنسانا حاضرا قادرا تطلب منه شيئا أن يحضره أو أن يعينك، أما الغائب لا يجوز هذا، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. ولهذا وهذا يدخل في قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، هذا استمتاع، الاستعانة بهم استمتاع، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. وفي قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا يجوز الاستعانة بالجن. ومن اللي هل يقولون نستعين بالمؤمنين؟ وش اللي يدريك أنهم مؤمنين؟ قد يدعي أنه مؤمن وهو كافر مشرك، ما الذي يدريك أنه مؤمن؟ فلا يجوز، الحاصل أنه ما يجوز الاستعانة بالجن أبدا لوجه من الوجوه، لأن هذا يفتح باب الشر على المسلمين ويفتح الإخلال بالعقيدة ووسيلة إلى الشرك بالله عز وجل. نعم.